بما اني راجل احب التاريخ فتعالى اخدك لما قبل 1952. طبعا انا عندي دايما الازمة الكبرى بتاعت ياه فين مصر ايام الملك فؤاد والملك فاروق، وكانت كل الناس مش عارف عايشة ازاي وشايفين الدنيا وشايفين الناس طبعا دي ثقافة ناس شافت الأفلام بتاعت الأبيض وأسود اللي بتدور داخل يعني في أحداثها القصور والسرايات والعزب والأطيان، ودي في حد ذاتها طريقة غريبة جدا في مسألة تقييم مرحلة زمنية معينة، لأنها طريقة شديدة الضحالة بالمناسبة. يعني لانه بمنتهى البساطه حضرتك لو عاوز ترجع للتاريخ هتجد ان كل اللي انت شفته من افلام تتحدث عن ما قبل 52 في انتاج ما قبل 52 هو لا يساوي 1% من شكل المجتمع المصري، ده مجتمع ال 1% عشان بس تبقى فاهم يعني. وانه للاسف الشديد الراسماليه والارستقراطيه المصريه كانت تستحوذ على مقدرات المصريين، مش على جانب كبير، على مقدرات المصريين، ويطلعوا الفتات. وبالمناسبة ده ملوش أي علاقة بمحبتي أو تقديري للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لأن أنا مش ناصري، بل بالعكس أنا مختلف مع تعاملات سينما عبد الناصر مع مرحلة ما قبل 52 برضه، لأنه برضه يعني تم التعامل معاها تعامل غير منصف على الإطلاق، وفيها كانت حاجات كتير ما حصلتش بالمعنى الحرفي لكلمة ما حصلتش. بس مش دي المسألة، وتم إغفال حقائق كتير. بس مش دي المسألة. لكن تيجي تقول لي أصل مصر كانت يعني الجنة المبتغاة المنشودة على ولازم نرجع زي ذا ترجع زي زمان، ايه بقى العالم العالم عدى المرحلة دي خالص. ولو حضرتك قريت التاريخ مش اتفرجت على فيلمين، لو قريت التاريخ هتجد ان الوضع يعني كان سيء جدا جدا الى ابعد الحدود. ولو حضرتك على سبيل المثال ونحن في ذكرى رحيل الملكة نازلي، والملكة نازلي كانت زوجة الملك فؤاد والدة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان آنذاك، صدعت عرش ابنها، وكانت هناك خلافات بنهايات حزينة فيما بعد ذلك. وهل يفتنا يوسف في ذلك؟ لا، يفتنا في ذلك دكتور جمال شقرة. هو من هو دكتور جمال شقرة؟ واحد من أهم أساتذة التاريخ، ربنا يديله الصحة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، ويعني متشكر جدا على الكرم في التقديم. لا لا يعني أنا مجرد باحث، أنا كمان بأشيد بثقافتك التاريخية. العفو العفو، يسعدني إن أنا يعني أتدخل معاك في هذه الأمسية. ده إحنا اللي نتشرف يا دكتور. خلينا نستزيد من علم حضرتك ومن بحثك الوافر في المراحل التاريخية المختلفة، تحديدا في هذه المرحلة ما قبل 52 وتحديدا الملكة نازلي، يعني حتى حطينا العنوان صدعت عرش ابنها فاروق الأول. طيب يعني عايز اقول لحضرتك مفاجآت بقى في الحديث. الملكة نازلي الحقيقة تستحق دراسات اخرى كثيرة يعني. وهي ظلمت لانه تم التركيز على جانب واحد بس في تاريخها اللي هو جانب محمد حسنين باشا. التفاصيل اقول لحضرتك المقدمة اللي انت قلتها مقدمة جيدة جدا، ومسألة الحنين للماضي مسألة مرضية، وإنه لم يكن تاريخ مصر قبل 52 مرحلة ذهبية، بل بالعكس كانت هناك يعني لو رحنا للوثائق البريطانية حتى والأمريكية نلاقيهم بيصفوا هذه المرحلة خاصة السنوات العشر الأخيرة من تاريخ الملك فاروق بأنها سنوات شديدة الوادي يعني. لكن بالنسبة للملكة نازلي الحقيقة هي برضو لا تؤخذ زي أي شخصية، لا يؤخذ تاريخها جملة، بل هناك مراحل في تاريخها. ويمكن الكاتب الصحفي الكبير محمد التبعي اللي سمي وقتئذ أمير الصحافة، يمكن هو أول من أشار إلى أن الملك فؤاد زوجها ظلمها بشدة وعملها معاملة سيئة للغاية. صح، دي مرحلة من مراحل حياة الملكة. المرحلة الثانية
دورها أثناء مرض الملك فؤاد وحمايتها لابنها. يعني عكس بقى العنوان هو حمايتها لولي العهد، وازاي انها لعبت دور مهم جدا عشان تستدعيه ويتولى عرش مصر. ايوه دي مرحله اخرى. المرحله التاليه وانا اسف، يعني المرحله اللي فيها الملكه قويه وبتحمي عرش مصر يمكن تمتد الى 1942، والحدث الشهير اللي هو حدث 4 فبراير 42 إذا ما تفحصت، عندما حاصرت الدبابات البريطانية قصر عبدين وهددت عرش مصر وهو يوم شديد السواد، وأصروا على النحاس باشا. اللي حمى فاروق هي الخطة اللي وضعتها الملكة نازلي وأحمد حسنين اللي هو تزوجها بعد ذلك، وده يمكن لقيناه في مذكرات جنرال ستون عكس كل ما كتب عن حدث 4 فبراير 42، إن الملكة كان ليها خطة في مواجهة خطة جنرال كلير اللورد كلير، واللورد كلير كان مصمم على عزل الملك فاروق في 4 فبراير 1942. لكن الملكة وضعت خطة مع أحمد حسنين بأنه عندما يطلب منك اللورد كلير التنازل عن العرش يقول له كده حرفيا، ولماذا أتنازل وأنا سألبي رغبتك في استدعاء مصطفى النحاس ليوليه الوزاره وزاره وفديه خالصه. فهنا الحقيقه لو يعني يبرز دور الملكه يبقى ينكتب عنها افضل في هذه المرحله. صح. يمكن المرحله بعد ما تزوجت احمد حسنين دخلت بقى في مؤامرات ومشاكل، وفاروق نفسه انهار نفسيا وبدا يعني تصدر تصرفات تهين امه بعد اكتشاف علاقتها باحمد حسنين باشا. تفسخت الاسره الحقيقه، وكانت هذه المرحله مرحله يعني سيئه جدا في تاريخ الملكه. لكن خلينا مش ندافع، خلينا نرجع للوثائق عشان نقول انه مساله سفرها الى الولايات المتحده الامريكيه لم تكن هروب بقدر ما كانت رغبه في العلاج من مرض في الكلى. خلينا نقول انها لم تتنصر، وده ثابت من خلال الشهادات ووثائق كثيره، وانها دفنت في مقابر المسيحيين. ايوه، لانه لم يكن هناك مقابر للمسلمين. الملكه نازلي، السلطانه، الملكه صاحبه الجلاله، الملكه الام اللي توفيت سنه 1978 كتب عنها كثير، ومعظم الكتابات التي كتبت الحقيقه ركزت على جانب عشقها لاحمد حسنين والجانب المظلم في تاريخها في الفترة الأخيرة من تاريخها. وهو لم يكن جانبا مظلما يعني مباشر عليها بقدر ما أنه كان هذا الظلم واقعا من الملك فؤاد. يعني هو من قمعها وعاملها معاملة أكتر من سيئة دفعتها دفعا إلى محبة أحمد حسنين باشا. محمد حسنين باشا يعني في هو طبعا فاروق يعني اللي كتب عنه انه ورفعه في السماء، وتيم الحسن ده يعني طلعه في السماء. الحقيقه مش هو فاروق ده خالص. من 42 ل 52 فتره من أسوأ ما يمكن في تاريخ مصر. يكفي انه كان العمال يقولوا له الاسفلت مكتوب عليه سباب في امك، في الام الملكه، فعايزين نمسحه قبل ما العربيات تصحى والناس تصحى امام قصر عابدين. فيرفض ويتشفى فيها ويترك هذا السباب، وكان سباب طبعا مشين للاسف. الحقيقه انه اللي بيكتب بالصوره اللي فيها تزييف للتاريخ لازم ننتبه. عشان كده انا بقول لتلامذتي دايما لمن تقرا اقرا اولا عن هذا الشخص الذي كتب، لانه ممكن يكون من اعداء ثوره يوليو، او يكون له غرض بيحاول ان هو يكتب تاريخ على مزاجه، والتاريخ حمال اوجه للاسف، فيبدا يركب الحقائق بطريقه تزيف الحقائق التاريخيه. طيب يمكن يا دكتور جمال ده يعني او كلام حضرتك معانا النهارده بقدر ما انا سعيد ومتشرف بالوجود، فانه فيه شيء من الانصاف للملكه الام، الملكه نازلي والده الملك فاروق. لكن انا هنا بقى بستاذن في حاجه،
ويمكن قد يكون فيها استفادة مباشرة جدا لي أنا باعتباري واحد من الناس اللي تحب التاريخ، وأحب أن قدر الإمكان أسميها كده على رأي المصطلح بتاع زمان، أن أجالس الكبار في هذا العلم. فيهمني قوي أن حضرتك مرة تنورنا على حسب وقتك، ونقعد نتكلم عن هذه المرحلة، لأنه حتى في بعض المغالطات وكأنها مقصودة على أنه إيه، وأصل مصر أيام الملكية كان الجنيه بجنيه ذهب، وكان الاقتصاد عظيم، وده كان الحقيقة ده كلام هبل يعني باعتباري بقى أنا بتاع اقتصاد أصلا. هو الثورة المضادة، خلينا نقول أن ثورة يوليو وزي ثورة 30 يونيو ولدت قوة ثورة مضادة. أعداء ثورة يوليو بيحنوا للماضي، قاصدين طبعا، أو ناس مش واعية فبتقول لك يا سلام فين أيام الملك وجمال أيام الملك. لكن أنا عجبني حاجة أستاذ يوسف، يعني في الميديا مرة لقيت شاب هم مصورين قصر النيل، كوبري قصر النيل بيلمع ونظيف والعربيات ماشية عليه، وقال لك هذه هي مصر ايام الملكيه. ما ركزوش على الشاب اللي ماشي على الارض، ما عرفوش طبعا. جاب فلاح حافي والشاب الحمار على الكوبري بالزبط. وقال لهم ده بقى الجانب اللي انتوا ما تعرفوش عن مصر قبل 23 يوليو. فالحقيقه ده كمان في حاجه مهمه قوي على فكره، عبد الناصر لم يطلب ابدا تزييف تاريخ فاروق، ولا في اي اوامر في ارشيف عبد الناصر تشير الى ذلك. ده الراجل كان مؤمن بان التاريخ حلقات متتابعه وليس فيه يعني فجوات يملاها الفراغ، لا دي حلقات متتابعه في متطوعين دايما. وحتى ثوره 19 وثوره عرابي هو كتب عنها كتابه يعني زي اللي احنا بنكتبها، كتابه موضوعيه، ان يعني دي حلقه من حلقات التاريخ المصري ادت الى حتمية قيام ثورة 23 يوليو. أنا يعني بالتأكيد متفق على تقريبا 99%، يفضل 1% كده متعلقة لو سمحت لي يعني بالاختلاف، متعلقة بمسألة تعامل الزعيم الراحل، اللي أنا تاني بأكد للمرة 9000 دايما في حياتي أنا فعلا بقدره جدا 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 باعتباره واحد من أهم زعماء الوطنية المصرية. بس هو كان واخد موقف شديد حبتين مما قبل الثورة يعني. بس لنا في ذلك حديث، أنا تاني بستأذن وبتمنى أن احنا نتقابل في هذا البرنامج لإلقاء المزيد من الضوء على ما قبل 52، عشان الناس تبقى فاهمة قبل ما تقعد تتفرج على شوية فيديوهات مجتزأة مختصرة، ولا شوية أفلام أنتجت في ظل ظروف كانوا لا يجرؤوا فيها يقولوا العكس، باستثناء يوسف وهبي الله يرحمه. ان شاء الله اجي واجيب لك احدث كتاب عن تنظيم الضباط الاحرار وصعود الضباط للسلطه. يا بختنا، اتمنى يعني انه يعني يظهر قبل 23 يوليو، ويسعدني اجي معاك ان شاء الله. لا احنا نتشرف يا دكتور، ربنا يخليك. كل الشكر. وكرر ان انا قابلتك كذا مره وان انا من المعجبين بأفكارك. لا ده انا اللي متشرف قوي يا فندم، ما تقولش كده. العفو يا فندم، ده انا اللي هي شرف يا فندم. كل الشرف ل يعني متحدثنا العظيم الاستاذ الدكتور جمال شقره، استاذ التاريخ